لك انت شو عم تحكي؟ انا كان بدي اغتصبها. يا اياد شو بك؟ عم خبرك شو قالت لي. شو قالت لي كمان؟ اياد مش مهم شو قالت لي. لمان رح تحرقك وتحرقني وتحرق خيي كمان. بترجيك خلينا نوقف هلا ببقى. اي متى بدك تفهمي اني مش عم بلعب؟ طيب ولأي متى؟ لحتى نوصل انا وياكي للي بدنا اياه. بس انا ما بقى بدي شيء. ما بقى بدك شيء. وليش عم تظهري مع عماد بعدك لكن؟ اياد انا لما وافقت فوت معك بهاللعبه ما بعرف شو كنت عم فكر. يمكن كنت بلحظه ضعف وغضب، كنت مقهوره من جهادي اللي كسر لي قلبي. كنت بدي بس انتقم منه ولقيتك انت الفرصه، فرصه لاقدر ادله الكف اللي طعماني اياه 10. بس انت ما بتعرف ولا جهاد. جهاد اذا بس حس بشي رح يدمرنا كلنا، انا وانت ولمار رح يهد الدنيا فوق راسنا صدقني. ما في مجال نتراجع بقى رنا. ما في مطرح للخوف هون. اياد ما توقعت لمار تكون بهالوقيحة، لك ايش كان نصف بيتها تهددني؟ هالبنت مجنونة رح تفضح كل شيء. شوفي رنا من الاخر انا كل هالحكي ما بيعنيني شيء. كل يلي بدي اياه هلا اني اشوفها عم تتدمر قدامي. شو ما كان الثمن ما بيهمني. جهاد اللي خايفه منه هلا هو نفسه الشخص يلي قلتي لي انك بدك تنتقمي منه، هو ذاته الشخص يلي عذبك وجبرك تتجوزيني. لما اوصل للي بدي اياه بوعدك اني انسحب بسلام. بس بوقتها ما رح يكون في سلام. ما بهم. دمر الكون بس شوفها عم تنزل. الو كيفك سامي؟ انت بالبيت شي؟ طيب حبيبي لا تحكي قدام امك ولا تقول انك عم تحكي معي، ماشي؟